مرحبا بكم في هذا الفيديو الاستثنائي الذي سوف أقدم لكم فيه تحفة فنية جميلة ورائعة جدا، صناعة ممتازة ومحترفة جدا. هذه آلة عود ممتازة جدا. هذه الآلة يعني في الحقيقة عجيبة جدا، يعني صوت رخيم جدا وصناعة ممتازة كما تشاهدون. ظهر هذا العود الجميل والمزخرف والجميل جدا، مصنوع من خشب يسمى زيبرانو، لمن لديه خبرة في الأخشاب سيعرف هذا النوع من الخشب. كما تشاهدون صنع ممتاز جدا. يعني فيه لمعان ومنظر جميل جدا. أيضا لدينا الوجه، وجه العود من خشب يسمى ليبيسيا، ممتاز جدا، يعطي صوت جميل جدا ودقيق. هذا وجه رائع جدا. ولدينا شاهدوا معي الوجه، ولدينا مسطرة العود، هذه المسطرة التي تكون في زند العود من الأبنوس، من خشب الأبنوس. ولدينا هنا المفاتيح من خشب أيضا الأبنوس الممتازة جدا. وشمسيات، لديه ثلاث شمسيات، هذه الكبيرة وهناك شمسيتين صغيرتين، أيضا فرصة ثابتة. وهذا العود فيه وتر زائد، يعني يسمى الوتر الشرارة، يكون يحمل علامة فا على حسب الدوزان، يعني لمن يحتاج مزيد من المجال للعزف يكون هنا وتر زائد، يعني شكل ممتاز جدا للعود، يعني صوت جدا رخيم. هذا عود يعني ممتاز جدا، يعني هذا العود بالنسبة لي من بين أحسن الأعواد التي رأيتها في الحقيقة، يعني يعطيني الكثير من الأشياء من صوت ومن مجال، يعني زائد للتقاسيم وللارتجالات على العود، وحتى الصوت يعني دقيق، ليس هناك فيه يعني تشويش أو يعني صوت ممتاز أو رائع جدا. الآن نمر إلى لنعين الصوت حتى نتأكد وتتأكدوا أيضا معي من صوت العود، رائع جدا وممتاز. يعني صوت جميل جدا. الآن سوف نقوم بمعاينة هذا المكان، يعني في العزف. Thank you.
يعني عود ما شاء الله ممتاز جدا وجميل للعازفين المحترفين ولمن أراد يعني الاستمتاع بصوت العود. عود يعني جميل جدا. حتى بالنسبة لمشاكل الدوزان ليس هناك مشكل في الدوزان، يعني بسرعة يتم دوزانة العود بدون أي مشاكل. للمزيد من المعلومات على هذا العود والتفاصيل اتصلوا على الرقم الذي تشاهدون أسفل الشاشة أو تواصلوا معي على الواتساب متوفر دائما. ومرحبا بالجميع.